تحيه طيبه متجدده للجميع بالنسبه لمنحه البطاله يبدو ان دفعتي 26 و27 من شهر جانفي يعني الدفعتين الاولتين يبدو انهما دخلتا يعني اليوم مجتمعتين في انتظار دفعه 28 ليس يوم السبت ولكن يوم الاحد لأنه غدا يوم عطلة وكما يوجد في الموقع يعني هذه تعليمة عندها ستة أو سبعة أشهر كتكون تكون يوم السبت ما تدخلش منحة البطالة لذا يعني كونوا على دراية بأن غدا يوم السبت ما فيش دفعة لمنحة البطالة لا 26 ولا 27 ولا 28 هو يوم عطلة وكما قلنا دفعة 27 يبدو أنها دخلت اليوم في, انتظار أقول دفعة يوم 28 بعد, بعد غد إن شاء الله لذا لا تقلقوا لمن لم تدخلوا المنحة صبروا لي غدا وبعد غد إن شاء الله وراه تبان كل التفاصيل